التأجين ما شاء الله تبارك الله. القعود المبروك هذا باكستاني أصل وفصل. شل العصار شل العصار. المهم المهم موجودة في الطائف على الزين على الهداوة على اللون على المتن على الشعر وهي مقارنة مع كرشة لا عرف الربح لا عرف حكمه ولا عرف أمورة كلها صبحة. للتواصل مركز سليمي بن شارح وشريطة 05-3-800-809. القعود هذا دائم راسه في السماء دائم طفاح انتبه السيف كان يخاين نجم سهيل والجدي ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا وأن يبارك لكل مسلم. أسأل الله أن يبارك لنا وأن يبارك لكل من يشتري منا بإذن الله من شراه أن يعمر المراح والسلعة الطيبة مطلوبة سواء أهديتها ولا بعتها ولا قنيتها. والميدان يا أحمد أنت واحد يشوف بعين وقعود صغير عمره 20 شهر ما شاء الله لا تبارك. فصل وفصل أمه وأبوه موجودة عندنا في الطائف اللي بيشوف تبارك الله. والقعود باقي صغير في الحقيقة العمر 20 شهر. يا أهل الزين يا أهل الهداوة يا أهل الطبع يا أهل الوجيه يا أهل اللون بعض الرجال اللي ياخذ البحر مهما اللي يحط في براحة ويعمل براحة ما شاء الله تبارك الله. لبعض الناس يبغى له بعير بس ب3000 يفكر في طرف البل وانتهى يبغى له حوار يبيع للتواصل مركز سليمي بن شارح وشريكه 05-3-800-809